اهلا وسهلا فيكم من جديد. الاعلام الجديد او كما يسمى الاعلام الجديد او السوشيال ميديا كان موضوع بطلق مواهب شابه جديده. هاي المواهب بتكون عندها امر معين مش قادره تطلقه في مكان معين، ولكن من خلال السوشيال ميديا او من خلال الاعلام الجديد بطلق هذه الموهبه وبنتشر اكثر من ما امسكه انا مثلا او امسك الموضوع وانشره من خلال جهات معينه وجهات مختصه. راح يكون معنا اليوم موهبه شبابيه مبدعه وصل رسالته من خلال السوشيال ميديا. راح يكون معنا مصطفى اليحيى من احد الناشطين اللي كان عنده رساله وهدف وصلت وانتشر، وان شاء الله بنتمنى الانتشار اكثر واكثر. خلينا نصبح عليه ونشوف اكثر عن هذه الموهبه ويحكي لنا اكثر عن موهبته. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تحكي لنا عن موهبتك مصطفى. في البداية بحب أصبح عليكم وأصبح المتابعين. أهلا وسهلا. اسمي مصطفى، 26 سنة، خريج الجامعة العربية المفتوحة. نعم. هندسة برمجيات. أهلا وسهلا. وحاليا بشتغل فن كمبيوترات في شركة للألبسة. وبدأت موهبتي أنا كنت بالبيت أنه بتابع فيديوهات لواحد كوري اسمه زاكينج. نعم صح. هسا هذا الكوري انه عجبني انه هو قاعد بيستخدم انه افكار جديده، انه مش قاعد مثلا بسوي فيديو كوميدي او فيديو هيك، انه عنده افكار جديده، فحبيت انه اعمل نفس هاي الافكار واطور عليها شوي باسلوب عربي. فطورت عليها، صرت اسوي اعلانات انا وصديقي عمر. نعم. ومحمد، فبدانا انه نعمل اعلانات لمحلات مجانا. في محلات كانوا يوافقوا انه اعمل عن يعني اعملهم اعلانات وهيك، وفي محلات تحكي لي لا، بتخوفوا من الفكره. فيعني عملت لمحل اواعي، وعملت عن كوفي شوب، وعملت عن كثير مركز حاليا. يعني هي خدعة بصرية بتكون من خلال الفيديوهات. نعم. طب من وين بتجيب افكارك؟ يعني شو بيتطلب منك اعداد فيديو قصير؟ هسه حاليا انا شغال تقريبا بمفردي انا وصديقي، فاللي بتطلب بس لابتوب وموبايل بس. يعني ما عندي هاي كومبوننت. كأفكار من وين تستوحي أفكار؟ كل الأفكار مثلا أكيد ما بتستوحيها بس من هلأ أنا بستوحي الأفكار من المجتمع المحيط. يعني مثلا بشوف إنه الناس بتعمل حوادث، طيب خليني أهول الموضوع عليهم. يعني في الفيديو عملته عن إنه أضرار الحوادث مش بس بدني، إنه كمان ممكن تسبب ضرر نفسي. طب في معنا فيديو، خلينا نشوف عن ايش بيحكي اكثر مصطفى لنعرف المشاهدين ايضا. خلينا نشوف مع بعض. من يا زلمه اخوك صلاح؟ صلاح يا زلمه حكيت له تعال ورنيت عليه ما بردش، هيو حكى لي جاي، هاي بنستنى نلحق نطلع الرحله. يلا يلا هسه بيجي. تعرف صراحه والله اول مره اشوف زيك انت واخوك، يعني انتوا الاثنين اكثر اثنين متفاهمين. بعرف انه دائما الاخوان بدقوا ببعض وشغلات زي هيك. تعرف انا وصلاح من ولدنا بنفس اليوم، انا اكبر منه بخمس دقائق، فاحنا مختلفين بشغله واحده، انه يعني شوف ستايلي انا كيف صايع وفتحات وواكس وهيك، هو لا، لابس لي هالنظاره ومشط لي على الجنب وتحكي طالب مدرسه. يعني اختلافات ظاهريه. هذا نام مصطفى. تركه يا زلمه، لسه مشوارنا طويل، بحب النوم مصطفى. هسه راح تحجز شاليه ولا فندق؟ لا يا زلمه، بدنا نروح على البحر الميت على هذول البيوت. لانه بصراحه هناك صديقي بيشتغل. خلص ان شاء الله على البحر الميت. خلص بس ركز بس في الطريق، الدنيا ليل زلمه. مالك يا زلمه؟
يعني جميل جدا، في العديد هيك من الافكار، وفي مواهب تمثيليه كمان قيمتي. في مواهب تمثيليه يعني. لا وكمان مثلا سياره الاسعاف ما كانت موجوده، انت ركبتها التريلا او الشاحن اللي الكلون اللي خليت حالي شخصيتين بالضبط، فهذا كيف يعني هلا ركبته كيف عملته؟ هلا اول شيء حبي لهذا الشيء خلاني انه ابدع بهذا الشيء، انه ما مثلا اقتصر على مثلا اشوف فيديوهات ثانيه انه مسوين شيء عادي، لا انا اخذ هذا الشيء العادي واطور عليه. طبعا هاي الفيديو احمد حلمي سواه بفيلم له، بس انا حاولت اني اجدد الفكره، هو كان يشوف ابوه صح. انا رحت صعبت على حالي اني بشوف حالي كمان. وقد ايه اخذ منك شغل ووقت؟ اسبوع. اسبوع تصوير ويومين مونتاج. وكله كاميرا موبايل. كله كاميرا موبايل. وكنتوا تاخذوا وقت كثير بالتصوير؟ لا بصراحه عشان انا بشتغل بروح على 6:30، فمن 6:30 للوحده بالليل ماخذ راحتي. وكنتوا تغل يعني انتوا الموضوع انتاجيه وهيك في شيء كنت بصراحه لا كله انا اللي انتجته، هو انا شغلتي اصلا بروجرامر. بس يعني انه طورت حالي اكثر بحيث انه اكون بروجرامر ومنتج وممثل وكاتب سيناريو. طب ممتاز. في بعض الفيديوهات اللي شفنا لك اياها كمان مثلا بتكون في مثلا ازازه مثلا بتعمل هيك تطلعها بايدك، مثلا الكرسي بتحوله، او انت بتكون في محل بتنط بصير في محل، هاي الخدع البصريه موجوده هلا حاليا اكثر بمجال السوشيال ميديا ويعني الاعلانات المتلفزه تحديدا. قد ايه هذا المجال فتح افاق امامك انه ممكن كمان شغل او هذه الموهبه تصير عمل بدل شو اسمه بدل ما تكون بس موهبه؟ هلا بصراحه انه حكيت لك انه مشكله بعض المحلات انه لما كنت لما اروح عليها يحكوا لي انه خلص ما بدنا تعمل لنا اعلان، طب ما انا بسوي لك اعلان مجاني وقاعد بعطيك افكار جديده للاعلان. يعني هسه الفكره بالخدع البصريه انه انا لما اسوي الاعلان ما بسوي لمنتج واحد، انا بجبر الكومبرس اللي معي انه يمشي حوالين المحل عشان انه مش ابين سلعه واحده، ابين المحل أكثر ككله من سلعة. نعم. قد ايه مهم الواحد يطور على حاله ويضله مثلا ورا هدفه وحلمه بضل رغم من هيك قله الدعم وقله مثلا الانتاج نوعا ما؟ حكيت لك انه انا عندي انه ما عندي هالكومبوننت العاليه المكونات العاليه التولز اللي بستخدمها كلها تولز موجوده عند اي حدا، ولسه في بعض السوفت وير كمان تقدر تسوي ابديت تعمل مونتاج على الخلوي انه ما بتحتاجي كمان للابتوب. بس الواحد بحب انه يستخدم مثلا كاميرات عاليه الدقه مثلا بعد هيك مثلا البرامج ممكن تحسن اكثر واكثر، ممكن تفرض شغلك على السوق لانه هذا لسه مش موجود كثير على يعني على الساحه عندنا هون ساحه الاعلانات. هلا انا طموحي اوصل لهي المرحله انه مثلا تيجي شركه تحكي لي مصطفى تعال انه صور لنا اعلان، تعال اعمل لنا كذا. ان شاء الله ان شاء الله. وحاليا انه شغال بافكار تخدم المجتمع اكثر. يعني اوكي هي الخدعه البصريه كاعلانيا انه فكره جديده، انه مش باجي بحكي انه اشتروا هذا المنتج وما في زيه، بالعكس انه في تجديد بالافكار الاعلانات. نعم. طيب مصطفى الفيديو اللي حضرناه شو الرساله منه؟ الرساله منه انه في بعض الاشخاص بيفكروا انه الحوادث بس بتسبب مشاكل بدنيه. صح. بالعكس انه ممكن تاثر على مشاكل نفسيه اكبر. وفي فيديو ثاني انه برضه نزلته بيحكي له رساله، اغلب الناس اللي صوروا كيكي انه صوروا كيكي بناء على الغرب. انه كيف انه اخذوا فكره من الغرب وصاروا يطبقوها. فانا عملت نفس الفكره بس ما رقصت كيكي طبعا، انه بس وجهت رساله انه اخ اسم اخته كيكي. ففي شاب بوقفه على الطريق بحكي له انه تسمح لي اصور كيكي، فانا فهمت غلط انه هو بده يصور اختي. فمن هنا انه باخر الفيديو وجهت رساله انه ليش احنا بناخذ من الغرب، ليش ما يكون عندنا طابع خاص والغرب اللي ياخذ منه هذا الطابع. صح اكيد. صح. مصطفى يعني انا بتمنى لك كل التوفيق، وللاسف خلص وقت حلقتنا وشكرا لك كوجودك اليوم. كاتي انا بدي اشكرك اليوم، كانت حلقتنا جميله وانا شخصيا كثير بحبك.